مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصتكم صريح جدا. اليوم راح نسقس الشعب الجزائري حول اعاده فتح الحدود مع تونس. تابعوا معنا ونشوفوا واش كانت الاراء ديالهم. مليح يساعدنا الحال، نروح الواحد فاكونس يعقب فاكونس تاعو بيا. حاب تروح لتونس؟ انا حاب نروح لتونس. انا علاه ما نروحش تونس؟ تونس مليحه، مام الجزائر مليحه، حاجه مليحه هي. مام الناس كانوا يحبين، مام الناس كانوا حابين يفتحوها، على كل الناس فيها كامل كنا نسناو فيها. بس ما راحش مي هذا الخطر اللي رايحه. ايه كنت نستنى فيهم يفتحوا هذا الصيف، نروح ان شاء الله بربي. احنا ماذا بينا على كل حال، احنا على كل حال انا ماذا بيا في زوج حوايج. الحاجه الاولى، هنا احنا في بلادنا شي غالي. انا تجوز فاكونس ما نكذبش عليك، انا رحت لتونس بليزيا فوا يا خويا. تجوز فاكونس، الماكله دعوه رخيصه، الخدمات الحمد لله، وزيد نعطي لهم ان كو سوفل. تروح لتونس؟ رحت بيان سور، واحد دو فوا، واحد دو فوا. على باليش، بيتات حتى سبتمبر. حاجة مليحة كي عاودوا يفتحوا الحدود مع تونس، يا خو موان نضربوا دار لتونس نشوفوا واش فيها واش ما فيهاش. وكيما يحكوا لنا يا خو فيها اش 24 ايام مفتوحة العزيز. رحت ولا مازال؟ مازال ما رحت، وان شاء الله هنروح يا. ان شاء الله هنروح، راني حاب نروح، راني حاب نشوف كيفاش يا. انا ان شاء الله باذن الرحمن نروحوا يا، انا حابين نروحوا. لازم يفتح الحدود. خاش في بلادنا كل شيء غالي، الناس قاعده تروح ليترونجي تسقم له موان شهر. هنا اوتيل ما كاش، يقول لك 30000 الليله، 28000، 23000. تونس 23000 واحد سيليباتير ولا يعيش بها نورمال. انت رحت لتونس ديجا ولا ما؟ جامي. ما نروحش، خاطش انا نروح لبجايه. بون اللي ما عندوش من يروح هنا في بلاده، احنا انا عندي من نروح في بجايه. تونس ديجا ما راحش وما راحش ليها انا، ما راحش ليها شغل زي بلادي. خد منها بلادي، خد منها، روح لعنابه خد منها، روح لسكيكده خد منها. هذه حاجه مليحه على كل حال، وهذو توانسه خاوتنا، وحنايا على كل حال احنا كجمعيه عندنا اتفاقيه معاهم. انايا عندي جروب ديجا راه داير شونج، كنا رايحين فيه مارس العطلات عند 2019، وخرنا بالعون الحدود، والله غير رانا دايرين شونج وواجدين رواحنا، رانا عندنا عامين ورانا نستناو. حاجه مليحه على كل حال. فرحانين كي حنا؟ انا راني فرح، انا بيا بالجروب تاعي بالجمعيه تاوعي، انا فرحين باسكو عندنا علاقه معاهم في التاريخ. هل عندك وانت تروح لتونس؟ عندي بزاف، عندي واحد 6 سنين ولا 7 سنين وانا نروح. هذو العامين تاع كورونا ما رحناش. 15 يوم، سمانة، على حسب كل ظروف وكيفاه. شوفي والله غير نقعدوا 10 ايام، كنا 10 ايام ب 4 ملايين. جامي رحت فرنسا. انت حابه تروحي لتونس؟ أنا حابه نروح لتونس. ان شاء الله نهار كتب ربي. حاجه مليحه مع تونس. لا جامي تي مي سيتي مون سوي. لا ان شاء الله، ان شاء الله. على حساب الظروف تاعنا وتاعهم. بصح انا كنروح السياحه لتونس، انا وين راح؟ واش راح ندير في تونس؟ اللي نروح لتونس انا نروح، لا انا نروح لموريتي. نروح لموريتي عايش، مليحه. ولي زيد. كي يعاودوا يفتحوا الحدود. هي نورمال، هي تفتح تفتح. توانسه ما عندنا معاهم والو، تفتح تفتح تونس. وتوانسه خاوتنا. بصح وشنو الجزائر خد منها ألف خطرة، سمحي لي. عندنا السياحة، عندنا السياحة إن شاء الله. وتنخدم ما تخافيش.